ورانا اليوم مع اكتشاف الليلة جمال كالعادة وجمال وعم حسين بن يعقوب هكا فمي بن يعقوب معروفين في عنابة. وش تحكي لنا عمي حسين على عنابة على الدنيا على الحومة على الكرتي؟ هم اسمح لي في الأوساخة مش لازم يكونوا من جو مخارج عنابة حتى تعنابة ميوسخوا اسمح لي هم عايشين لهنا مزبرين هالدنيا عنابة 60% ودي جاي من ايه 40% يا سيدي وكي تتعارك معاه يزيد يروح يشكي للشرطة تجي الشرطة يقول لك واش دخلك جرات لي انا قالي انت خدمتك انت قالي الشرطي يقول لهم يقصر قالي واش دخلك واحد يخربوا في عتابة وانا نتفرج نسكن على في السنجل جدي كي شرى الدار هذه يسكنوا فيها شراه من نفسهم دي سويد عندها 105 سنين جدي الدار هذه تاع السنجل انا حبي النهر بكل كان يحب نبيع ونروح شوف وين نروح فيها تبرحان ولا كاليتوسا بن يعقوب 200 مليون درهم قعد في الطبقه بحق 100 مليون من نفسه ومن ديز وقيله ولا ديز مش مسك مش باركات اغريكولتور هو بن يعقوب شارلمان لورون سومي وسردا هذا مربع كنت بريفي طبقات شاركة فيها 3 بر ومي هو بن يعقوب جدك ماله لا كوتونيير وحده لا كوتونيير وحده سقمت له 1910 ولا ما نعرف 18 سقمت له بورسون 10 مليون الوقت هذا اسمح لي عمي حسين كيف دخل العنب شارلمان راح لكندا فرنساوي هذا شارلمان هذا جاوري هذا جاوري رومي يشتري كتاع الطبقات راح لكندا وش دار سرقت حفنة تاع زراعة تاع القطن وحطها في جيبه وهذه قريتها في كتاب وجا هنا وجربها بالفيرما تاعو حتى نحكم القطن كل عام يحكم الزراعة حتى ولا دركها ولا القطن يديروا ما عادوش يديروا القطن فيها خدمة كبيرة وماريكول تطلب خدمة ياسر ما عادوش يخدموا ما انتم كنت تسكنوا في كنت تسكنوا في لابلاس دارم نو بن يعقوب لا فامي بن يعقوب نو مش من لابلاس دارم احنا 1843 في دوار درادر جهه الشرفه كارده تنجع ابدا من الكرمه طرمة والبارد من حجار من شماية ودور سيدي عمر بوسنة وهبط احكي لنا على 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 عنابة كيفاش كانت بكري الوقت وقتكم يعني والوقت هذا وش قاعد تشوف لا ديفيرونس
ترانزيت. لا دي فيها واش كاين لا دي واش كاين خلات واش بقى قالوا خلات تمشي فيه على واحد ميت يطلع بالروح ويدير في سيرامه اي واحد يدير في سيرامه الاخر الامام يشهد له والطبيب يدير له في سيرامه ودرك معلومه شكون اللي يمنع الامام ولا الطبيب هذه عنافه يمنع الخيوم في فيك ولا بدعوه فيها بلا ما بقى لهاش سي بون فضيناها سي بون دخلنا عليها بالاخرين على الميتين دخلنا لهم الميتين نسناو فيه نحبسوا حتى نسناو فيه يا يحيى يا يموت ما عرفنا شكون ينجح الامام ولا الطبيب يا اخي مشكله جرفة جوي العقرب هذه اللي حبت عنافة ما حبت تموت ما حبت تبيع لك فن المشكلة كل ما شيء العقرب بالعربية بصعب بالفرنسيس يصير الكونسير والكونسير يرتاح نعم هكاك عنافة ولا شفتي الهدرة كيف نعملها الشيميو ولا كيف ما تصلحش لازم تطلع حجامة لازم شيل حجامة عرفهاش الحجامة أنا نعرف تعلم الحمال تعلم الحجامة في روس لي تامة بس هذه تاع لا لا تهدر أنت الحجامة ولا ما نعرفهاش أنا بس أنا مشني ربي زم ما قريتش عربية شوف أنا ربي زم دونك تهدر لي بالعربية ما فهمتش دي فرانكوفون الجينيراسيون تاعهم كل دي فرانكوفون قرينا كل فرنسي صح كل تشفي عليه هذا مازال كل كانوا وكش ما كاين الحل وش في عمي حسين درك الحل على النبا الحل اسكو كاين حل ولا ما كانش ولا ما كانش امل الحل ما نجمش نهضر وانا نهضر باش نصبح بالحبس كلاه ياك تعرف الجزائر تاعنا ما نهضرش الحل شكون يلقاه انا في الجزائر النبا يلقاه رئيس البلديه كان صغير هو اللي يلقى لك الحل تاع النبا مش لي انا ايه سقسي الوالده المير تاع البلديه وش بيه هذا المير هذا نروحوا نرشحوا له روح له اللي هو سقسي ويعطيك الحل تاع النبا ها هو قال لك حابين نعملوا دروج وصور ادخل على الزغوان هذا قولا مش لي مير تاع النبا خويا هي ثاني واش ما جبت لك انا المير تاع النبا نروح له ما يروح لي انا ما عندي حتى قصه ما عندي حتى حل تمام الله يبارك من هو عمي قدور كيف نقري قدام لبومبايسون صح تاعكم تاع لامبيا شوف هذيك كانت لبومبايسون القريب هذا جدي قدام لامبيا قدام لامبيا عبد القادر هذا جدك جدي هذا جدي ولكن نقولوا كلمة حق نباصيو هنا عندنا الحق نهضروا باش الدنيا تتسقم كما يقولوا تولي قد فضينا اخويا انا عم باتوا هنا في هدرة دي جانا وجميع درت حوايج هاكا مع جمال نخابوا في البلاد هذه صحيح او جمال هو كاميكاز جمال وانما ربي حي ايوه بلي مانا سير تير سير ويكي فاضربا ولا وين بلاد لقيتها خارج من عند الطبيب خارج من عند الطبيب والحيرة كبض حبسوني بيه ريب حذايا هزوني عامين وانا في شراع روبورتيعة وددي بارا زيد كسر زيد ولي في المجلس زيد ددي بارا بس عامين مبات ما نرقدش مبات مجوع وش مبارك ما تقدر بالبلاد تقلقتي منها برك ما تسمر في المشاكل تنجزير حاجة بيزار بكم هنا ده واحد من الناس اللي مالك بيها نعرفها لي ورودور حتى دي فابذا الحراك وخلطوا فيا وداوني من بعد سيبوني هذا من ورا الحراك وجات في الحراك عليه من ورا الحراك حكمك في لافان قلت انت هي من ورا الحراك مين دابا لا يا حسين كنت في الحراك ما نعرفوش حتى وش هو الحراك بعد رطيس خلاص ملي خلطت لا مشيت لا في منك في الستاسيون لا دخلت في السيارة لا حاولت نبه ملي كل فكيت
حبس علينا ولدي يرحم والديك. هاي سي بون، هاي ولا جمال مع جمال وما يفوتش جواب السوايع. هاي ماشي نصف سي بون، كان مع جمال. انا هيا جمال، انا بدينا سي بون، ما نرجعش لوراك على بالك يا جمال. ورا تحط هذه درك يوتيوب مش فيسبوك، مش فيسبوك، اي حاجه ثقافه. اسمع عمي حسين، هاي ثقافه مش تاع قاعده كيما يقولوا احنا تاع البلاد. خلينا نتا بطل عربي هكا. ما يا جمال بلا فض الحكاية سي بون. والله عيا عم اللي مك عيانة فاتيكي يا ولا مفاتيكي. هاي نكملوها لحنا سي بون فاتيكي. هاي جمع ولا بريد مال طلح نكملوا لا سيكونس فيديو. والله الوقت مش ديما كاينك تعرف. انا اليوم على بالي الدنيا راهي كيفاش ماشية. انا على بالي صح تعبان من الخدمة المورال ما هاي نكملوها لهنا صح. هاي هي جمال صح ربي عايش صح.